التوبة لتعرف شرفها وأهميتها، اعلم اشتقاقها. من أين اشتقت كلمة التوبة؟ اشتقت من اسم الله التواب، فأنت تواب والله تواب. تخيل هذا الشرف العظيم، لكن أنت تواب من ذنبك والله تواب عليك، يقبل توبتك. فإن أتيت بالأولى جاءتك الثانية. العبد تواب والرب تواب، ولكن هذا العبد إذا وفى بشرط التوبة قبل الله توبته. والتوبة من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، بل نكاد نقول إن الإسلام كله توبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. دعني أسألك، هذا النداء للصحابة الذين أنزل القرآن عليهم، الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا تحت رايته وكانوا يصلون وراءه الصلوات الخمس وشرفوا بلقائه، ضحكوا معه وبكوا معه وأكلوا معه وسافروا معه، مع هذا كله يقول الله لأولئك: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. بالله عليك، ماذا يقول لي ولك؟ يا ليت شعري، ماذا يقال لنا نحن المقصرين؟ فتدارك نفسك بالتوبة النصوح.